في إطار جهود وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة من أجل استتباب الأمن في مدينة درنا، قامت الوزارة بدعم مديرية الأمن بالمدينة بعشر مركبات آلية. تأتي هذه الخطوة كجزء من الخطة الموضوعة لتقديم الدعم لكافة المديريات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة من أجل استتباب الأمن في البلاد والحفاظ على حياة وأرزاق المواطنين. تم تكليفنا من المدير أمن مديرية أمن درنا العقيد طارق عبد جواد للذهاب الى مدينه بنغازي لاستلام عدد السيارات للدعم لمديريه من درنا والخطه الامنيه. ونشكر معالي الوزير ابراهيم بشناف لدعم لمديريه من درنا وبارك الله فيه، ونحن في العمل وقايمين، وان شاء الله باذن الله يكون حسن ظن رؤسانا. يذكر أن وزارة الداخلية قامت بخطوة مشابهة الأسبوع الماضي بإرسال عشر مركبات آلية لمديرية أمن جالوه.